اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. بمناسبه المولد النبوي الشريف، كل عام وحضراتكم بخير، والامه الاسلاميه في انحاء العالم بخير وسلام من ارض الوطن مصر ام الدنيا. النهارده هنعمل الاكلات بمناسبه طبعا المناسبه الجميله، هنخش الريف المصري والصعيد المصري ونهنيهم بالمولد النبوي الشريف. احنا عملنا حلاوه المولد الاسبوع اللي فات، كانت يوم الاربعاء تقريبا. النهارده مع بعض هنعمل طاجن السجق بالبطاطس، ماتيريال وحاجات موجوده في كل بيت اذا كان السجق ولا البطاطس، ولكن بفكر جديد وبطعم جديد اكيد هيكون مميز. هنشوف نعمل ازاي طاجن البطاطس بالسجق. معانا مكرونه بينا النهارده هنعملها بالزيتون والخضار، انا بعشق الطبق ده لانه فيجيتيريان، فيه زيتون، فيها تشكيله من الخضار اللي احنا بنحبه، فيتامين سي اذا كان في الفلفل الالوان، واحنا على قدوم الشتاء خلاص، اعتبر في ايام الشتاء دخلت علينا، فهنلاقي الخضره جميله والفلفل الالوان واليوسفي والبرتقال، ففيتامين سي مش واقف بس عند البرتقال واليوسفي، كمان في انواع خضار كتيره غنيه بفيتامين سي. معانا جبنه النهارده، الجبنه القريش من الريف المصري، هنعملها النهارده اصابع الجلاش بالجبنه القريش، ولكن بتركات المغازي وبطعم تاني، هنشوف نقدمها ازاي واخده طعم حبه البركه والطعم اللطيف الجميل. مش عايز اطول حضراتكم لان عندي تفاصيل كتيره النهارده، والمقادير بتاعتي في متناول الجميع، وانا قصد كده ان احنا ما نكلفش كتير، ازاي نقدر نعمل سفره جميله لطيفه طعمها متغير وشكلها متغير وبشكل جديد. الكلام ده من مطبخك، اوعى تروحوا بيت، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. التفاصيل بسيطه وسهله، وانا حريص ان احنا نقدر نعمل سفره حلوه طعمها مختلف، هو الماتيريال واحد، يعني احنا اذا جبنا الفراخ واللحمه والخضار والسمك هنلاقي كله واحد، ولكن الطعم من بين اصابع ايدك العشره. بتحب المطبخ هتعملي حاجه حلوه، دي قاعده المغازي، دخلت المطبخ بحب هتعملي كل حاجه بحب، كوبايه الشاي هتنزل من ايدك زي ميه الحنفيه كانها شربات. تعالوا مع بعض نعمل ازاي طاجن السجق بالبطاطس، اكلناه كتير واكلناه بطرق مختلفه، تعالوا نعمله النهارده بطريقه جديده، البطاطس تاخد شخصيتها والسجق ياخد شخصيته في قلب الطاجن. معانا سجق بلدي من عند جزار حبيبنا على الناصيه، معانا بطاطس من خير ارضنا، وبصل وتوم، هريسه حمراء، فلفله حلوه معناها، مكعبين من الزبده، وما ننساش طبعا البصل والتوم، ومعانا بصل اخضر، بشاير البصل الاخضر بدات في السوق، وبشاير الشتاء وخضار الجميل الحلو اللي بنشوفه عند الراجل بتاع الخضار. تعالوا نشوف نعمله مع بعض ازاي. هنبدأ أول حاجة نقطع البطاطس مكعبات، ويفضل تقطيع المكعبات كلها بحجم واحد علشان تبقى في قلب الطاجن، مفيش واحدة صغيرة وواحدة كبيرة بالشكل ده كده. المقادير صورها بالتليفون أو اكتبيها ورايا تاني، سجق حسب عدد أفراد الأسرة، ممكن يكون كيلو ممكن يكون نص كيلو زي ما أنت حابة. معانا البطاطس بتاعتنا اللطيفة، أنا شخصيا هاكل البطاطس وأسيب السجق للضيوف بالشكل ده كده أهو، التقطيعة دي حلوة. أنا بحب أحمر البطاطس تحميرة كده، نص تحميرة تاخد الشكل المقرمش قبل ما أحطها مع اللحمة أو أحطها مع السجق. ولما تيجي تقطعي البطاطس دايما تثبتي حباية البطاطس على حتة كده علشان ما تجيش تجريش من تحت إيدك والسكينة تعور إيدك. زي ما أنا شغال كده أهو. والبطاطس تحطها في مية من غير ملح إذا هتستخدميها على طول، علشان لونها ما يسودش معاكي. قطعتيها وخلاص عايزة تحمريها، ممكن تحطي ذرة ملح مع المية علشان تنزل النشويات اللي موجودة على الغلاف بتاعتها وعلى الشكل بتاعها، وفي الآخر تحمريها تطلع معاكي زي الفل. بطاطس كده قطعت، عندي زيت شديد الحرارة، هنقطع البطاطس بعد ما نقطعها بنحمرها. ما عملتش حاجة جديدة يا شيف، لسه ما شفناش، احنا مع بعض اهو، تقطيعة كلها واحد، بسيب السكينة هنا واخد البطاطس زي عم الشيف على الزيت بتاعنا، اللهم صل على النبي. في قلب الزيت وحمرها شوية. هتقولي لي ما عنديش قلاية زي اللي عندك يا مغازي، في قلب الطاسة اللي بتحمري فيها بطاطس للأولاد. موضوع بسيط خالص وسهل.
انا بسهل عليك المطبخ. مش لازم تجيبي قلايه زي دي كده عشان تحمري فيها البطاطس. هو ده. ومكان ما قطعنا البطاطس هنقطع السجق. قبل ما نقطع السجق معانا طاسه شديده الحراره على النار. بنعمل ايه يا عم الشيف؟ بنحمر البصل بتاعنا ونحضره للسجق بمعلقتين من الزيت ومكعبين من الزبده. مطبخ سهل خالص. السجق عندنا جبناه كذا مره. البطاطس عندنا ادي مكعب اتنين. بصل شرايح او بصل من ده كده. التحميره دي حلوه. اللهم صل على النبي. شويه فلفل من ده حلو. شفت الالوان دي؟ الاولاد بيحبوها على فكره. ونقلب كل ده مع بعضه. لازم خطوات العمل تتم بالشكل ده كده. ليه يا ام غازي؟ علشان البطاطس ما تتحمر، البصلايه مع الفلفل تاخد لون، التوم مش هنزل بيه دلوقتي خالص. زي الفل. معانا السجق البلدي بتاعنا. الله الله، الجزار ده حبيبنا. الطبيعي هناخده كده يا عم الشيف. دايما السجق لما تيجي تقطعيه قطعيه بسكينه حاميه عشان ما يتهريش منك ويقلب على لحمه مفرومه. ويبقى شخصيته في قلب الطاجن كده ايه زي الفل. حلو. زي ما هو كده يستنى هسه كده على الخضره بتاعتي ما تاخد لون. هعلمك حاجه دلوقتي وانت شغاله كده، ازاي السجق ما ياخدش وقت كتير على النار وفي نفس الوقت ياخد شكله الطبيعي ما يتهريش مننا ويتقطع مننا. حمر البصله مع الفلفل الالوان، فص ثوم حلو كده محترم. دايما انزل بالثوم بعدين المرحله الثانيه. ليه يا عم الشيف؟ علشان ما يسودش معايا وياخد لون قبل تحمير البصله. ده مهم جدا على فكره. وانا شغال كده بقول تريكات وبقول حاجات لطيفه هتنفعك في المطبخ، خليكي تعملي الاكل بتاعك بشكل جديد وبطعم تاني خالص. ملاحظه ان البصلايه والتومه واخدين لون زي الفل. حلوه. والسجق احنا عارفين فيه شويه توابل، فاحنا هنا هنرفع ايدينا من التوابل شويه. اخبار الزيت ايه مع البطاطس؟ زي الفل. نمسح الزيت اللي طلع ده كده. اللهم صل على النبي. شفت انا عملت ايه؟ هي دي التركايه. غطى كاني عملت ايه يا شيف سريعا كده عشان دي مهمه جدا على فكره. انا مش عايز يفوت حضراتكم يعني هسه من اي حاجه انا بعملها علشان دي مهمه جدا على فكره. انا خدت مغرفه ميه صغيره بتغلي، مش ميه من البراد بارده، لا ميه بتغلي، ومع تحمير السجق بالشكل ده كده وهو على النار في الطاسه، ونزلت بيها على السجق مع الخضار. هغطيها مباشرة. ليه؟ علشان المية تتبخر مع السجق بتاعي ياخد شخصيته. هتلاقي حباية السجق كبرت معاك كده وخد شخصيته زي الفل والمسام كلها قفلت وهيستوي بالشكل ده كده في قلب الصلصة بتاعتنا. وما قلبوش كتير زي ما انا عامل كده وهرفعها بعد شوية. البطاطس اخبارها ايه؟ هو ده اللون اللي انا عايزه. هشيلها كده من الزيت زي الفل. تمام. وطفي الزيت بتاعنا ده كده عشان ما ياخدش لون. التحميرة دي للبطاطس دي علشان تاخد شخصيتها وشكلها مع قلب الطاجن وانا بشغله دلوقتي. هنشوف السجق هنا زي الفل. معانا بصل اخضر حابب ان هو يشارك في الطاجن ده كده. باخد العروق بتاعته. بصل الاخضر ده بتدخليه في حاجات كتيرة. عايزه تعملي شويه فرايد رايز مع عروق البصل الاخضر ماشي. عايزه تعملي طاجن سمك حلو مع البصل الاخضر ده هينفعك زي الفل، بس يتغسل كويس طبعا. تمام بالشكل ده كده. ونقطع دول كمان. انا شخصيا بحب البصل الاخضر. يا سلام مع طبق الفول الصبح. بصل الاخضر له فوائد كتيره، بينشط الدوره الدمويه في اجزاء الجسم كلها. اخبار السجق ايه؟ نشفت الميه بتاعتنا زي الفل. خد شخصيته ازاي؟ نبص عليه كده. فرسان التلفزيون المصري اللي بأهنهم طبعا بالمولد النبوي الشريف. شايفين السجق خد لون ازاي؟ الميه نشفت ازاي؟ هو ده. تلاقي حبات السجق نفشت كده وخدت شخصيتها. هو ده. زي الفل. ننزل بالهريسه الحلوه بتاعتنا تدي لون حلو للطاجن على فكره. استخدميها اكتر من صوص الطماطم ومن معجون الطماطم، على الاقل ما بتعملش حموضه. في قلب السجق شويه الملح الحلوين. ناخد مع بعض البطاطس اللي احنا محمرينها. ناخد السجق كده
اهو مع البصل، فكره البصل الاخضر دي لطيفه اهو. نكمل بقى شويه ميه حلوين كده. ايه الحلاوه دي يا شيف؟ ده انا بقعد اشتغل فيه طول النهار. اه بسم الله الرحمن الرحيم. بس خلاص نسيبه يغلي على النار، تقوم البطاطس تاخد من طعم السجق، والسجق ياخد من النشويات بتاعه البطاطس، وهيبقى له قوام وله شخصيه. انا شخصيا لو قدام الطاجن ده كده عايز شويه رز ابيض ساده، رز ابيض مصري ساده بس، واكل البطاطس واسيب السجق للضيوف. اه هنغطيه كده مخرجنا الجميل، ونسيبه ياخد غلوه اتنين تلاته على النار، يبكبك كده، نظبط الطعم بتاعنا، وبعدين نقدمه بألف هنا وشفا. في طريقتين للتقديم، يحطه في طاجن كبير او في بايركس كبير وادخله الفرن، يا اما اقدمه زي ما هو حسب الرغبه، ولكن النظافه في مطبخك مطلوبه اول باول. هناخد بعضينا دلوقتي ونشوف مع بعض ازاي نعمل صينيه الجلاش بالجبنه القريش، اصابع لطيفه جميله بحبه البركه عشان البركه تدخل كل بيوتنا. المقادير على الشاشه، وحبه البركه دي طبعا وصى فيها الرسول عليه افضل الصلاه والسلام لانها مفيده وطبعا قيمتها الغذائيه عاليه جدا، ولكن استخدامنا لها لازم يكون بطريقه لطيفه. معانا جبنه قريش، معانا حبه البركه، معانا عجينه الجلاش، معانا بيض وحليب، وشويه خضره من البقدونس المفروم الناعم. المقادير على الشاشه، والصوره الحلوه تتحدث دائما على شاشه القناه الاولى. اه المقادير في متناول الجميع، جبنه قريش بتاعه الريف المصري والصعيد المصري، ومعانا عجينه جلاش. ما عندكيش عجينه جلاش، ممكن عجينه الاسبرينج رولز بتغنينا، وحبه البركه وبيض وحليب. وتعالوا نشوفوا نعملها مع بعض ازاي. شايفين الخضار البطاطس؟ نعم يا غالي. ممكن نحط بسله اذا انت حابب البسله، حط بسله. ركز انت مع البسله يا شفيق. اه اه التقليبه دي مهمه جدا عشان لما السجق يستوي، انا مش عايز اقطع السجق ولا يتهري مع البطاطس، عشان الطاجن ده يبقى كل تفاصيله بشخصيته في قلب السفره بتاعتي. استاذن حضراتكم، معايا ميه بتغلى على النار قبل ما اطلع الفاصل. مخرجنا الجميل عشان اكسب من الوقت، دايما بنسلق المكرونه في معلقه زيت وشويه ملح علشان نقدر نسلقها نص سوا، وبعدين نشوف ازاي نعمل شويه مكرونه حلوين بينا بالزيتون والجبنه. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. طاجن سجق بالبطاطس بيتكلم مصري. شفت الحلاوه؟ ميزه ان انا احمر البطاطس نص تحميره واسيبها اخد منها القوام والنشويات والكربوهيدرات بتاعتها، تدي قوام للصلصه. دي مدرسه لوحدها، خلي بالك اوعى تحطي دي ولا نشا عشان تبقى الصلصه لها قوام. اعتمدي على النشويات اللي موجوده في البطاطس. وسبحان الله ايه الصوره الحلوه دي على الشاشه، تكلم مصري بالبصل الاخضر. النشويات اللي موجوده في البطاطس يا مغازي بتمتص السموم اللي موجوده في الجسم. كل ما يكون معايا بطاطس في الحلقه لازم اقول قيمتها الغذائيه، خلي بالك. الطاجن ده بالشكل ده كده زي الفل، انا عايز ادخله الفرن بقى، اعمل ايه؟ هنجيب بايركس ازاز زي الفل كده. اللهم صل على النبي، وناخده كده زي ما هو. الطبيعي ان احنا نشيله كده بالراحه. الله، شو انا قلت هناكل البطاطس ونسيب السجق؟ نعم والله ده اختياري يعني، ما قطعتش السجق، عايز كده يبقى في قلب الطاجن له شخصيته، احس ان انا عامله لحمه. لو قطعته مكعبات صغيره هيبقى عامل زي اللحمه المفرومه. المخرج بيقول لي ليه ما قطعتش السجق مكعبات؟ يعني هتقطعه مكعبات لو هتعمله زي الكبده الاسكندراني مع فلفل حامي بقى، وانا عارف انك بتحب الحار، كل ده مع بعض حسب الرغبه. اه ولو قطعتيه مش حدش هيقول لك حاجه، يعني اختياري برضو. اه اخد شويه الصوص الحلوين دول. الله ايه الحلاوه دي يا شيف، واتعشت حلو ولا لازم اروح اجيب بقى 100 كيلو لحمه ضاني والجو ده كده اهو. والسجق ده ضاني على فكره، انا وصيت الجزار. ناخد الفلفل ده والبصل ده والطماطم دي. اه الله، وارسمي بقى لوحه فنيه، بيني حبك للمطبخ وجمال المطبخ ووقفتك في المطبخ لاولادك واسرتك، ما خسرتيش حاجه. اهو
فلفل رومي بلدي، وانا احب بلدي، ومعانا بصل بلدي اهو. ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ لسه ما خلصتش. درجه حراره الفرن عندي 180، ومعايا مكعب زبده يا مغازي. بعمل تركاية كده خليكي تاكلي حلقات البصل دي وتاكلي صوابعك وراها. خلي بالك الزبده دي لما تنزل على البصل تشمع كده في الفرن، ما اقولكيش زي ما هي كده يا عم الشيف. هنرش عليها شويه زعتر على الوش وندخلها الفرن. بقت لوحه فنيه، ما بقاش طاجن سجق بالبطاطس. ولو عملته بكره هعمله بشكل تاني، ولو عملته بعد بكره هعمله بشكل تاني، ولو عملته بعد بكره هعمله بشكل تاني. هاخد الطاجن ده يا مغازي وادخله الفرن في درجه حراره 180، وصلي على الحبيب قلبك يطيب. يلا بينا، يلا بينا على بلدي المحبوب. العب وخليه مفتوح عشان الصوره الحلوه. يلا من قلب الفرن تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. ايه الجمال ده؟ مش مصدق روحي ان ده طاجن سجق بالبطاطس. هو ده. تعالوا مع بعض نعمل ازاي عجينه الجلاش بالجبنه القريش على المكرونه بتاعتنا ما تستوي. مقاديرها على الشاشه: جبنه قريش، عجينه جلاش، حبه البركه، بيض وحليب، بيض وحليب، وشويه بقدونس مفرومين ناعم. حلو الكلام؟ عينيا. تعالوا نقطع الخضره بتاعت الجبنه اللي هي الحشو. ادي الجبنه القريش الحلوه اللي جبناها من الريف المصري، من ست طيبه بتبيعها. اهرسها كده بشوكه حلوه. جبنه القريش لها استخدامات كتيره على فكره. طبعا اولهم مع فطير مشلتت، ما اقولكمش بقى. ويا سلام لو جبنه قديمه. اهرسها كده، وانا بهرسها بحط عليها شويه بقدونس اطعمها. حلو. ممكن احط شويه فلفله من دي كده عشان الاولاد لما ياكلوها يلاقوا الالوان حلوه جوه. الاولاد بيحبوا دايما الحاجه اللي بتبقى فيها الوان. وعودي اولادك ياكلوا من ايدك ما ياكلوش من بره. معانا بيضه بنكسرها جوه الحشوه دي كده. الله. وكمان واحده زي الفل. انا شخصيا بحب الكمون مع الجبنه القديمه. يا حوده يا محمود شويه كمون. ايه تاني يا عم الشيف؟ زي الفل. اقلبهم كده. البيض مع الجبنه مع الالوان الحلوه، تقلبه دي كده زي الفل. ليه حطيت بيض على الجبنه يا مغازي؟ رقم واحد ببني الهرم الغذائي، بقى بروتين حيواني، وبقى كالسيوم ومعادن، وبقى الطبق ده مفيد جدا بما ان الاولاد بيحبوا الحاجات المقرمشه وبيحبوا الحاجات اللي شبه السندوتشات. حلو. ومعانا صينيه حلوه، اللهم صل على النبي اهو. ومعانا عجينه الجلاش، نشيل ده من هنا. حلو. بعمل ايه؟ شويه سمنه كده حلوين. بدهن الصينيه بتاعتي سمنه بالشكل ده كده. ممكن سمنه ممكن زيت، بس هي السمنه مع الجلاش بتدي طعم، خلي بالك. حلو قوي، حاجه جديده. زي الفل. واشيل دي من هنا واجيب عجينه الجلاش بتاعتي، افتحها وقت الشغل. يعني ما افتحهاش من بدري علشان ما تنشفش، ده الطبيعي. جبتيها بتخليها جنبك كده. اشيل الحاجات دي من هنا واوسع لنفسي. الله. حلو قوي. قدام حضراتكم اهوت واحده واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. عجينه حلوه طازه، وانا بحب الطازه اهو زي ما هي كده. واحطها كده. موضوع بسيط خالص واسهل من كده مفيش. حلو. اجيب معلقه، مش عايز شوكه انا، ده الطبيعي. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا نبدا نحط كده بالرولز اهو، كانك بتعملي البقلاوه
او اصابع الجلاش مثلا بالفوزدو. وجود البيض هنا بيدي قوام للحشوه بعد ما تستوي. كده عيني اهو حبيب هارتي. وزي ما انا بلف كده اهو اهو. دي حاجه افطار الصبح كده، ولادك راجعين من المدرسه بقى وجعانين قوي، على ما تجهزي السفره والمحمر والمشمر بتاعك، ملوخيه بالارانب، ملوخيه بالفراخ، عامله لهم كبسه، عامله لهم اي اكل حلو، يكونوا ايه؟ هديت الجوع معاهم. خلي بالك ده مطلوب منك. زي ما هي كده يا مغازي بحطها. تاني مع بعض، واحده واحده، والعجينه قدامك اهو. ممكن يطلع في ايدك اتنين مع بعض مفيش مشكله. سريعا كده وسهل القصه. الفرن فيه الحاجه بتاعتنا، مش قلقانين من حاجه. اسويها كده والفها كده. يلا اخد واحده معايا كمان في طريقي. واضغط عليها بالراحه كده اهو، واسحب العجينه دي ورا اهو. لا لا انا مش هحط بيض ولا دي ولا اي حاجه، هي بتقفل نفسها بنفسها. واللي مش تقفلها ببيض زي الفل. تاني حشوه. ممكن بقى حاجه حلوه قوي، نستبدل الجبنه الرومي او جبنه القريش، انا اسف، نستبدلها بلحمه مفرومه، بدجاج مفروم زي ما انت عايزه. بتونه، بسي فود، تشكيله من السي فود زي ما انت، انا بديك الافكار وانت حره. بس طبعا افضلهم الجبنه القريش. اضغط كده واسحب العجينه قدام. حلو قوي. يا ويلي هو ده. على فين يا عم الشيف؟ هنا. واملى الصينيه بتاعتي كده وانا شغال. تاني احنا ورانا حاجه نملى الصينيه. النهارده احنا مع بعض اجازه اهوت، ممكن ابني يعزم صحابه، جوزي يعزم صحابه، حماتي تفاجئني وتيجي تلاقينا عامله حاجه حلوه جديده. شفت الشيف المغازي على القناه الاولى عملها، نفذتها على طول، قمت من قدام الشاشه عملتها. خلونا اطلع فاصل صغير لان عليا حاجات كتيره قوي، وبعد الفاصل هنشوف ازاي ندخل صينيه الجلاش اللي عملناها ده الفرن مع حبه البركه والبيض والحليب، ومعانا طاجن السجق في الفرن هنطلعه، وما ننساش طبعا طبق مكرونه جامد جدا هيعجب ولادنا. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، عايز احط صينيه الجلاش في الفرن. معانا مخرج بيحبكم، قال لازم نعمل التركيه دي مع الساده المشاهدين. بصراحه انا كنت هعملها لانه سالته، قلت له فاضل قد ايه على الوقت؟ قال لي معاك 12 دقيقه، وده عايز لها تقريبا 10 دقائق. فانا قلت بيني وبين نفسي اكسب وقت، فتعالوا مع بعض نعمل التركيه اللي هي مهمه، اللي هي تميزك عن جارتك وعن حبيبتك وعن اختك وعن مامتك وحبيبتك. تعالوا مع بعض. الجلاش اهوت حطيناه اصابع مرصوصه جنب بعضيها زي ما حضراتكم شايفين كده. معايا سمنه مقدوحه على النار، بص عليها اهي اهي. هعمل ايه؟ بحط شويه حليب هنا كده. حلو قوي. واحط على الحليب ده شويه حبه البركه. انا بحب حبه البركه. ركز عشان الموضوع مهم. ومعانا مكعب زبده كمان. ومعانا دي التركايه ده الطعم بقى، عشان زي ما قلت لحضراتكم من شويه، لو انا عملت الجلاش ده نفس الموضوع على البطاطس، عملته كل يوم هيتعمل بشكل مختلف وبطعم مختلف. شويه كمون، شويه بابريكا، ده على حبه البركه. والسمنه عندنا مقدوحه. حلو قوي. معانا بيضه في المقادير اهي. حلو. نقلب البيضه مع الحليب. سمنه مقدوحه على النار، وفي مكعب زبده موجود معايا مع البيضه، مش هيدوب اهي. الله يخفيها، اللي زعلك اشيله. حلو قوي. تمام، نيجي تاني اهو. حليب، بيضه، شويه بهارات حلوين كده من اصابع ايدك الحلوه،
عشان الطعم يطلع حلو. اه ومعايا سمنه مدوحه على النار. اه 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 اوبا يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل يا ويل، زلزال زلزال، هو ده المطبخ. هو ده. دي على فين يا شيف؟ هو ده الكلام، زي ما هي كده، زي ما هي كده. اهي 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 يا ابن الحلال، والله اهي اهي. يا ويلي يا ويلي، اهي الجلاش هيستوي بيها اهي، وندخلها الفرن. لا دي مش بقلاوه يا فوزدو، مش هقطعها، دي هقطعها بعد ما تطلع من الفرن. لان انا لو بيسالني بيقول لي ما قطعتهاش ليه؟ مخرج شاطر بقى، بيشوف بيعمل برامج اكل كتير. ما انا لو قطعتها يا مخرجنا الحلاوه اللي انا عملتها دي هتخش جوه الجبنه وهتبوش لي الدنيا، فانا عايزها زي ما هي كده تستوي زي صينيه الكنافه وصينيه الجلاش، وبعد كده اقطعها. هناخد الفرن، نطلع في الفرن وندخل اللي معانا ده. ايه الاخبار؟ هو ده، طلع الايه؟ اهو، بس اجيبها لك بره شويه زي ما هي. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، العب. هو ده اهو، هو ده اهو، زي طاجن سجق بلدي ضاني بالبطاطس. والشيف عمل عليه هيصه وعمل حفله وصدع لنا راسنا. يستاهل ولا ما يستاهلش؟ بالله عليك، الكاميرا والعدسه والصوره تقول، مش انا اللي هقول. والبصلايه المشويه بالزبده بتتكلم مصري. ناخد الجلاش يدخله الفرن، ايه رايك؟ هتجيب ايه ولا ايه؟ مش ملاحق عليا انت. يلا خش على الجلاش. يلا، ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يلا هو ده. يلا من الفرن لصينيه السجق بالبطاطس. تعالوا نشوفوا ازاي نعمل طبق مكرونه حلو. ولادنا قاعدين على السفره معانا، لا السجق هيعجبهم ولا الجلاش هيعجبهم، عايزين مكرونه، عايزين رز، الحاجات دي احنا اطفال وعارفين ولادنا بيحبوا ايه. حلو الكلام؟ طيب نبدا نشوف المقادير على الشاشه. معايا تشكيله من الخضار، زيتون، بقدونس، شويه شبت، تشكيله من الفلفله الملونه الاولاد بيحبوها، ومعانا بصلايه ومكعبين من الزبده وفص توم مفروم ناعم. هي دي المقادير، بصلايه ناعمه. الله، انا بقى من الناس اللي مش بتحب ريحه البصل وهو بيتحمر في الزيت. طباخ بقى وشيف والدنيا، ولما اشم ريحه البصل كل يوم اكيد هزهق منها. اقوم اعمل ايه؟ افكر ازاي ارحم الجهاز التنفسي بتاعي والرئه من ريحه البصل كل يوم. ده خلاص ريحه، اهي بحط زعتر. ما عنديش زعتر، تعمل ايه؟ ورقتين نعناع اخضر حلوين. ما عندكيش نعناع اخضر، حط روزماري. هو زمان شغال اهو، خلاص راحت الريحه. موضوع بسيط خالص ولطيف وجميل. عندك ضيوف عايزه تفاجئهم بحاجه حلوه، ما تشمش ريحه البصل في الصالون. عندك المطبخ امريكاني مفتوح في الصالون، هتشم ريحه البصل والصالون، وكل شويه ارش بقى والجو ده، وخش على اوضه النوم جو. لا، زعتر روزماري مع البصلايه وهي بتتحمر في قلب الطاسه، مفيش ريحه خالص. التحميره دي مطلوبه. فص توم محترم، اللهم صل على النبي. اوعي تنزلي بالتوم قبل البصل، تحمر منك وتسود الصوص منك ويبقى شكلنا وحش على السفره. حلو قوي. لسه ما خلصتش، فلفله ملونه. هو ده هو ده. الله، كل ده المكرونه. فيجيتيريان يسموها في المطبخ الايطالياني يا عربيات. التحميره دي حلوه. شفت التحميره؟ لسه ما خلصتش. حلو قوي. والله كلامكم الحلو ده والمشاعر الطيبة الجميلة هي اللي بتخليني أصحى الصبح بدري ومن غير ما يكلمني الإنتاج اتأخرت يا شيف وانت فين يا شيف، واجي بدري واذاكر طول الليل والسنين عشان أقدم حاجة حلوة. بصلاية الحلوة، التومة الحلوة، تشكيلة من الخضار، فلفلة ملونة، لسه الطعم، الطعم في الزعترية والبصلاية، خلي بالك اللي أنا حمرتهم في الأول. معانا معلية معجون طماطم، ما نكترش، واسيب الطماطم كده تتحمر شويه لوحدها من غير الايه، من غير ما اقلبها. ما ننساش معلقه سكر على صوص الطماطم عشان الحموضه لو جوزك هياكل منها. دي مهمه جدا على فكره.
وايه اخبار الجلاش؟ بص عليه كده لسه بدري. تحب تبص عليه ما عنديش مشكله. بس انا هدور الصينيه كده في قلب الفرن. ايه ده؟ ايه الصوره الحلوه دي؟ هو لسه في طريقه للاحمرار. طيب البصلية بتتحمر والخضار بيتحمر. ملاحظين حاجه هنا؟ معلقه معجون الطماطم عايز احمرها في الزبده مع معلقه السكر تدي طعم. وبعدين هقلبهم كلهم مع بعضيهم. المكرونه هنا مسلوقه معايا نص سوا وجاهزه، هنزل بيها بعدين اخليها تاخد من الطعم ده كده. واقلب. والله حابه تكوني انت تجودي وعندك علبه تونه هربانه في الادراج بتاعه المطبخ، طلعيها صفي الميه بتاعتها والزيت بتاعها وحطيها مع الخلطه الحلوه دي وتاخد شويه سوا وتبقى مكرونه بالخضار والتونه، الاكله المفضله للمغازي. تونه يعني اوميجا 3. شايفين الصلصه دي لطيفه؟ ممكن تقدميها مع مشويات. لو انت عامله مشويات ممكن تضربي دي في الخلاط وتقدميها مع مشويات. خلي بالك ده المطبخ. هي نفسها كده في قلب الخلاط تضربيها تبقى معاكي بوريه لطيف وجميل، تحط عليه شويه كريمه لباني او زي ما هي او زبادي وتبقى صلصه المشاوي. نحط البقدونس هو ده ونحط الشبت زي الفل. تمام بقدونس وشبت. جاهز؟ جاهز. هعمل ايه يا عم الشيف؟ اخد المكرونه بتاعتي. الله، خلي بالك انت لما تسلقي المكرونه نص سوا بتكمل سواها. ايه الجمال ده يا شيف؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه واحده واحده كده عشان احنا ايه بنقع. نجيب اللي تحت فوق. طبق المكرونه ده بقى مستو حاجه واحده. انا شخصيا لما بتعشى متاخر بالليل ما بيعمليش اي مشاكل خالص. النشويات عموما في العشاء متاخر مفيش منها مشاكل. السمين والمقليات اللي منه مشاكل. يعني لو كلت رز ابيض بالليل مع زبادي وبس النوم باطمئنان واحلام سعيده. كلت بالليل مكرونه بالزبادي وبس مسلوقه النوم باطمئنان واحلام سعيده. رز ابيض ساده النوم باطمئنان واحلام سعيده. مش انا اللي بقول، الابحاث العلميه اللي بتقول. مش هنام على طول طبعا، يعني مش المقصود ان انا اكل وانام. يعني لو قعدت اتفرجت على القناه الاولى كده واتبسطت وزي الفل. المكرونه جاهزه، عايزه تلميعه بزيت الزيتون عشان تاخد لمعه كده اهو زي الفل. واغرف الطبق ده كده في الطبق الحلو ده كده. اللهم صل على النبي. تعالى يا باشا كده. تمام، حلو زي الفل. دي عايزه بقى شويه جبنه بارميزان او جبنه قديمه وبالف هنا وشفا. بس انا بحبها من غير الجبنه عشان الخضار تبان تفاصيله. لو حطيت اي نوع جبنه الخضار ده هيهرب مني في الطعم. تفاصيل المكرونه مع الخضار مع الطعم مع الشكل. ليه اخترت مكرونه بنه؟ لان المكرونه البنه بتدي فرصه للطعم مع تشكيله من الخضار بتخش جوه ال 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 الشكل الدائري بتاعها فبتدي طعم طبعا وبتبقى شكلها مميز. ولكن لو عملناها سباكيتي مش هتقول لا. حلو قوي. ادي طبق المكرونه بتاعي. يعني عود نعناع او ريحان كده حلو زي الفل. بيدي برزنتيشن عالي قوي اهو. تعالوا مع بعض نطلع الايه الجلاش نشوف هنعمل فيه ايه. اللهم صل على النبي. الجلاش نعم عيني. حاضر، هطلع الجلاش بس نقطعه مع بعض. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ يا ويلي يا ويلي. صلي على الحبيب وحبه البركه اهو. قلبك يطيب زي الفل. عيني. حاضر، هنقطع مع بعض. خلينا نقطع فيه ونختم مع الساده المشاهدين عشان ما حدش يزعل مني. شفت انا بعمل اهو، شفت التقطيع اهو. سامعين الصوت ده؟ الصوت ده يجوع. يلا مطبخنا على شاشه القناه الاولى النهارده بسيط وسهل من قلب المطبخ الريف المصري الصعيد المصري اللي بوجه له تحيه كبيره من مزبيرو وبهني كل الامه الاسلاميه في انحاء العالم
من القناة الأولى وشاشة القناة الأولى وشاشة القناة الفضائية المصرية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبنعمل شوية أكلات بساط سهلين نقدر كل أسرة بسيطة تعملها بأفكار بسيطة وسهلة مع الخبرة الطهوية للشيف المغازي. رؤية فن إبداع بتشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.